مشكلة البنكرياس أعراضه بنسميها دايما فيج، يعني ملهاش عرض محدد. أورام البنكرياس، البنكرياس عموما محدش يعرف عنه حاجة. تشخيصه إن احنا نقول ينفع له عملية فعلا اتطور جدا جدا، مش هيدي أعراض غير ما يوصل لحجم كبير قوي، وبالتالي في الغالب بيتشخص متأخر قوي. عشان استأصل المنطقة صعبة شوية، والعملية تبان إنها تخوف شوية، لكن نسبة نجاحها دلوقتي تتعدى 95%. الدكتور محمد فتحي عبد الغفار، أستاذ جراحة وزراعة الكبد كلية طب جامعة عين شمس، استشاري جراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس، عميد المعهد القومي للكبد سابقاً، زميل جامعة إيسن بألمانيا لجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية. أهلا بكم. دايما في أورجان كده عضو في الجسم أنا بسميه العضو المظلوم والعضو المخيف جدا. تقولوا مع كل طبعا حتة في الجسم مظلومة ومخيفة في نفس الوقت، ده تعبير أدبي، بس البنكرياس اللي أنا قصدي عليه. ليه مظلوم؟ لأنه معلومات الناس على البنكرياس قليلة، وبرضو حتى معلومات طلبة الطب على البنكرياس قليلة، ومعلومات الامتياز أو شباب الأطباء عن البنكرياس قليلة. والبنكرياس عضو شكله غريب جدا، حتى مميز، حتى في ما بنشوفوش أبدا في التشريح، يعني في لما بتدخل مشرحة مين طلب الطب اللي في سنة أولى وثانية اللي شاف بنكرياس؟ مفيش، منشافش. بنشوف الكبد، بنشوف القلب، بنشوف طبعا العضلات بشكل واضح، الرئتين، لكن البنكرياس بتدور عليه ما تفهمش راح فين، يعني بيتفرول ويبوظ بسرعة رغم وجود المواد الحافظة. اللي أنا عايز أقوله بقى إنه البنكرياس ده فيه حالة مرضية مشهورة جدا اللي هي أكياس البنكرياس. أرجع تاني للقصة المشهورة جدا اللي أنا بتكلم فيها واللي ما زلت بتكلم فيها، وهي إدمان الكحوليات. الكحوليات يا جماعة في منتهى الخطورة، الخمور في منتهى الخطورة، اللي بيشرب خمرة هو مقبل على كارثة اسمها التهاب بنكرياس، قد يكون حاد وقد يكون مزمن، والحاد ده نصيبة والمزمن مصيبة. الأكياس دي أخرى كارثة جدا، لأنها من الأسباب اللي الكحول بيعملها. فتكر وبطل كحول بسرعة ياللي بتشرب كحوليات. يعني ده واحد يقول لي طبعا، يعني في واحد طيب مرة وأنا بقول له كده قال لي طب يعني أشرب حشيش؟ قلت له حسبي الله ونعم الوكيل. هقول له إيه؟ فده كلام خطير جدا، لا ده ولا ده، ده مضر جدا وده مضر جدا، مفيش فيه اي فوائد. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي العزيز اللي بسعد جدا وبفتخر بتلبيته دعوتنا، طبعا ضيفي واستاذنا الاستاذ دكتور محمد فتحي عبد الغفار، استاذ جراحات وزراعات الكبد، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، وزميل جامعه ايسن بالمانيا لجراحات الكبد والقنوات المراريه والبنكرياس، وعميد معهد الكبد السابق. اهلا بيك يا دكتور محمد. والحقيقه اختيارك بقى للبنكرياس النهارده دايما بيثير زي ما بقول يعني كده الايه السخونيه. بنكرياس يعني حاجه مهمه، وحضرتك قلت يعني ان هو مش واخد حقه قوي، بس ازود عليها هو مش واخد حقه في الطب نفسه بصفه عامه. يعني النهارده مثلا هنتكلم عن موضوع من ضمن اكياس البنكرياس المشهوره، حاجه اسمها IBMN. الاي بي ام ان اكتشفوها امتى؟ سنه 82. يعني بنتكلم ان احنا لغايه من كام سنه بس ما كناش نعرف ان في حاجه اسمها موضوع كبير قوي من ضمن اسباب اكياس البنكرياس. فالبنكرياس فعلا من الحاجات اللي التطور فيها حتى في العلم نفسه سريع جدا جدا. كل يوم في تقسيمه جديده، وكل يوم في طرق علاج مختلفه عن اللي قبليها. نكتشف مثلا ان طرق متابعه الاكياس ديت اخر اتفاق اتعمل امتى؟ 2012. يعني بنتكلم من 6-7 سنين بس. لكن قبل 2012 كنا مختلفين جدا نتابع حتى المرضى دول ازاي. كلمه اكياس ترتبط في الطب عندنا بحاجتين، الاشهر المبايض، اكياس على المبايض دي في النساء والتوليد. فكلمه اكياس بنكرياس يعني ما بنسمعش كلمه كيس في الكبد ولا كيس في القلب ولا اكياس في المخ، لكن في البنكرياس ايه المقصود بكلمه اكياس؟ واشمعنى يعني البنكرياس اللي اتقال عليه كيس؟ طيب اقول لك بقى معلومه كمان صادمه شويه. نسبتها قد ايه؟ نسبتها في
بالأشعة المقطعية أو بالرنين 13%، وده رقم يعتبر كبير جدا جدا. 13% من إيه؟ الناس، يعني كل 100 شخص عمل هيعمل أشعة مقطعية أو رنين هيطلع عنده أكياس في البنكرياس. ياه. لا ده كمان في اللي أصعب من ديت، في الأوتوبسي يعني في التحليل، الناس الميتة لما جابوا مثلا 100 جثة يشوفوا منها كم واحد كان عنده أكياس في البنكرياس، 23%. فهي أرقام إحنا كنا يعني نسميها أندر استيميتنج، ما إحنا مقللين من نسبة حدوثها أو من قيمتها. لا ده رقم كبير جدا، وبيقول لك إن الفرق ما بين 23 و 13 ديت إن في كتير بيبقى عندهم كيس في البنكرياس وعمل أشعة مقطعية وبتاع الأشعة ما شافوش، ما خدش باله منه. يعني الفرق ده فرق في التشخيص مش فرق في نسبة الحدوث. فهي الحقيقة نسبة حدوثها أعلى بكتير قوي من اللي إحنا متخيلين. لكن عشان نبسط الأمور هنقول إحنا عندنا مجموعتين أصلا من الأول خالص، أكياس كاذبة وأكياس حقيقية، سودوسيست وسيست أو سيست. من الأول كده خالص، سودوسيست دي حاجة هو مش كيس، هو عبارة عن فيه سائل تجمع ابتدى الجسم يحوطه فتحول إلى كيس. طب هو هيفرق إيه عن التاني دوت؟ إن التاني ده عبارة عن كيس فعلا، بس الكيس ده متغلف من جوه بخلايا، التاني ده متغلف بأنسجة ليفية مش خلايا، دي فايبس ودي حاجة خلايا مبطنة. الأكياس الكاذبة دي بتحصل كتير قوي للمرضى اللي كان جالهم التهاب في البنكرياس. ويمكن عشان نفهمها شوية، دي من حاجات برضو اللي اتطورت قوي في الكام سنة الأخيرة نفسها. يعني اكتشفوا ان التهاب البنكرياس دوت نوعين، في نوع بيحصل جوه، احنا اي واحد حصل التهاب في ايده ايه اللي بيحصل؟ الايد بتورم شوية، مكان الالتهاب بيورم شوية. نفس القصة بتحصل في البنكرياس، هيبتدي البنكرياس يورم شوية ويبقى فيه تجمعات من السائل. السائل ده يتجمع جوه البنكرياس نفسه أو يتجمع حواليه البنكرياس. لو اتجمع جوه البنكرياس ده هيصرف بعد كده ويختفي وخلاص، لو اتجمع حوالين البنكرياس هو ده التجمعات اللي بتحصل اللي هي ممكن تقلب بكيس كاذب بعد كده. فده أول نوع اللي هو الأكياس الكاذبة. وده نوع حصل تطور جامد قوي في العلاج بتاعه. كنا زمان علاجه دايما جراحة ونوصل الكيس بالمعدة وحاجات زي كده. دلوقتي بقى دكاترة البطنة والمناظير ليهم حل بالمنظار من غير عملية، بيخش في المعدة ويفتح الكيس على المعدة وتتحل القصة دي. كان زمان لما يحصل من ضمن مشاكل تجمعات البنكرياس السائل دوت، إن ساعة قالت البنكرياس نفسها تكون مقطوعة، دي هتعمل تصرف السائل وملوش حل. لا ده دلوقتي بره، يمكن في مصر ابتدينا شوية إن يعمل منظار ويركب دعامة في قناة البنكرياس مش في القناة المرارية، بحيث يعدي الحتة اللي فيها القطع ديت، وبعد فترة يشيل الدعامة ويكون لحم خلاص، فيوفر عملية كبيرة قوي على المريض. دي في جزء الأكياس الكاذبة. إيه الأعراض بتاعت الأكياس الكاذبة أو الصادقة؟ هو دايما المريض هيبقى عنده تاريخ مرضي بالتهاب شديد في البنكرياس، وبعد ما الالتهاب راح ابتدى يحس بألم أعلى البطن شوية، لو كيس ده كبر شوية هيضغط على المعدة فيبتدي دايما عنده ترجيع، عنده أعراض مش قادر يأكل لأنها ضغطة على كل المنطقة ديت. لو الكيس ده صغير نسيبه ممكن يمتص لوحده ويختفي، لكن لو الكيس ده كبير حجما سبب ألم، سبب أعراض أو سبب التهابات، في الحالة دي محتاجين تدخل. التدخل زي ما قلنا بقى اختلف زمان عن دلوقتي، كنا زمان التدخل الوحيد هو الجراحة، لا دلوقتي أصبح عندي اختيارات أخرى غير جراحية. الأسباب الالتهاب، طب الأسباب للالتهاب إيه؟ كحول ولا في حاجة تانية؟ كحول ده نمرة واحد بره. الكحول اللي هو الخمرة، شوف بس محدش يقول لي كحول التطهير يعني، لا اسمه خمرة، كل أنواع الخمرة بقى. البيرة خمرة على فكرة، أهو معلومة صادمة. وفي مصر يمكن هيبقى حصاوي المرارة. دي من أشهر الأسباب. طبعا بيجي أسباب تانية كتيرة قوي زي ساعات ارتفاع نسبة الدهون، في ارتفاع أنواع من الأملاح زي الكالسيوم، في حاجات التهاب مناعي البنكرياس، يعني في أسباب كثيرة جدا لالتهاب البنكرياس ده، لكن أشهرهم دايما زي ما قلت الكحوليات أو حصوات المرارة. هل المخدرات بتعمل التهاب في البنكرياس؟ ممكن تعمل لو في حاجات هتبقى توكسيك، يعني حاجة
زي تسممية على البنكرياس نفسه. ممكن تعمل حاجة زي كده. طيب في أنواع لأكياس البنكرياس غير التقسيمة اللي احنا قلناها؟ الأنواع التانية بقى اللي هي أكياس حقيقية للبنكرياس. والأكياس الحقيقية دي أخطرهم بقى. أخطرهم ليه؟ لأني في جزء منهم جزء مش قليل، يعني لو بصينا على الصورة دي هو هنا دي تقسيمة كل أنواع أكياس البنكرياس. حلوة. من دوم أول حاجة في اليمين خالص دي الأكياس الكاذبة. سودوسيست. وفي أنواع تانية هتطلع من القناة الرئيسية، وفي هتطلع من القناة الفرعية، في أكياس جواها سائل شفاف، وفي أكياس جواها سائل لزج. هاي الأكياس اللي جوه القناة الرئيسية دي اكتشفت سنة 82. الـ IPMN. دي بقى إيه أهميتها وإيه خطورتها الشديدة؟ إن في نوعين منها. في نوع هيطلع من القناة الرئيسية اللي احنا شايفينه اللي هو القناة الكبيرة الخضرة ديت، وفي نوع طالع من الجنب. اللي طالع من القناة الكبيرة ده نسبة إن يقلب بورم سرطاني من 40% لـ65%. فده كيس حميد ولكن عنده احتمالية إن يقلب بورم سرطاني قد تصل إلى أكتر من 60%. يعني واحد كل اتنين تقريبا. وبالتالي دي لو احنا اكتشفناها يبقى ده المريض ده لما عمله أنا عملية أنا وقيته وحولته لشفاء تماما، عكس ما استنى لما قلب بورم سرطاني وبعد كده أعمل بعدها عملية، ساعتها نسبة ارتجاع الورم عالية جدا. النوع التاني الكيس اللي هو خارج من القناة فرعية، ده نسبة انه هو يقلب ورم 10% لـ15%، برضو رقم مش قليل. ولكن زي ما قلت لحضرتك بقى في 2012 ابتدوا يحطوا مواصفات. احنا دايما مشكلتنا الميزان ما بين حاجتين، طب هو في 10% ممكن يقلب ورم، طب اعمل له عملية، طب ما دي عملية كبيرة برضو، ولا اسيبه واتابعه، طب انا خايف لا يقلب ورم، ولو قلب ورم النتائج مش تبقى حلوه قوي. فابتدوا يحطوا صفات كده، يحطوا علامات بيسموها علامات خطيره، هاي ريسك فاكتور. ايه العلامات الخطيره دي؟ يعني لو القناه بتاعت البنكرياس اكتر من 9 ملي 10 ملي، واسعه قوي، او ان الكيس دوت جواه نتوءات واخده صبغه، او حجم الكيس ده اكتر من 4 سنتي، او العيان جاي لي بصفره. في اصبح فينا علامات كتيره ممكن بالرنين او بالاشعه المقطعيه، بس اكتر الرنين يقول لي ده كيس، والكيس ده نوعه ايه، طالع من القناه الرئيسيه ولا من القناه الفرعيه، واحتماليه الكيس ده ان يقلب ورم قد ايه، وبالتالي احط خطه العلاج. هل الكيس ده محتاج متابعه فقط ولا محتاج عمليه؟ دي مثلا صوره الرنين، ده كيس طالع من القناه الرئيسيه بتاعه البنكرياس. هنشوف بعد كده في مثلا صوره تانية في المقطعيه برضو كيس طالع منها، وبيتقسم بقى وليها تقسيمات كثيره قوي. هل هو طالع من يعني ده برضو السهم هنا بيشاور على كيس طالع من راس البنكرياس، وكيس بالحجم ده قد يحتاج ان احنا نعمل عمليه كبيره اسمها ويبل، لان دي هتقي العيان انه يتحول الى ورم سرطاني بنسب نجاح اقل بكتير قوي لو شاله في المرحله ديت. ده كيس مثلا في جسم البنكرياس في الجزء الثاني. الموضوع ده من ضمن هنا بقى، ده كيس نوع تاني بقى، ده الكيس اللي بيبقى ميوسينس، يعني ده جواه سائل لزج. الكيس دوت نسبة حدوث الأورام فيه أقل شوية، حوالي 15% لـ20%، إن هو يقلب ورم سرطان. وبالتالي برضو أصبح لينا علامات فيه قريبة من نفس العلامات التانية، اللي هو برضو لو الجدار بتاعه تخين أو فيه نتوءات واخدة صبغة أو حجمه كبير، الحاجات دي قد تحتاج إن احنا نستأصل الكيس ده علشان ما يقلبش بورم سرطانية. في أنواع أكياس أخرى بقى، حاجة اسمها السيروس، اللي هي الكيس اللي جوه سائل شفاف خالص، ده ما بيقلبش عمره بورم، وبالتالي مش محتاج مني أي حاجة ولا تدخل، فقط متابعة لو في أعراض نتعامل معها. هتقولوا إيه التشخيص؟ هتبقى أشعة مقطعية MRI ولا في حاجة تانية؟ الاثنين الأساسيين المقطعية والرنين. والرنين لازم يبقى رنين بصبغة، وده رنين ثلاثي يعني دي، ولازم جهاز كويس جدا، ولازم دكتور اشعه متخصص في الحته دي بالذات، بحيث انه يعرف يلقط الحاجات. احنا بنتكلم في حاجه 2 مللي 3 مللي 4 مللي، يعني حاجات صغيره جدا، والقرار فيها صعب قوي، ان هو يبقى شايف الجدار وشايف نتوء في الجدار، والجدار ده واخد صبغه ومش واخد صبغه، فدي محتاجه دكتور اشعه فعلا هو عارف هو بيدور على ايه.
الحاجة التانية الجديدة شوية اللي هو الموجات الصوتية اللي بالمنظار، ودي بقى دقيقة قوي في الحتة ديت. إن لو عندي الكيس دوت بنخش الموجات الصوتية، هو بيحدد لي نوع الكيس بقى، بيقدر منه بياخد عينة من السائل اللي جوه الكيس، أحلل السائل ده برضو، هل السائل ده سائل كلير يعني صافي خالص، ولا فيه جزء ميوسين اللي هو الحاجات اللزجة ديت، هل قلب أو بيقلب أو هيقلب أورام. يعني حتى ابتدوا الاي بي بان اللي احنا قلناه في الأول دي ابتدوا يقسموها ثلاث مراحل، مرحلة عادية خالص، ومرحلة ابتدى يبقى فيها ديسبليزيا، ابتدت الخلايا تتطور شوية، ثم مرحلة ما قبل الورم على طول، ومرحلة الورم. كل ده ممكن بالعينة اللي خدها لي بالموجات الصوتية اللي بالمنظار يقدر يشخص لي هذه الأشياء. بعد ما شخصنا، طب أنا هبدأ أتعامل علاجيا مع نوعين، نوع أكياس كاذبة وأكياس حقيقية. الكاذبة الحمد لله فيها ميزة أنها مش هتقلب بحاجة، فأنا هتعامل معاها على حسب إيه مشكلة المريض. يعني لو عنده كيس صغير خلاص مش عامل له أعراض، مش هنعمل له حاجة. طب هو عنده كيس كبير وعامل ترجيع وعامل مشاكل ليه وألم بيعمل ألم رخم، طبعا في الحالة دي أنا محتاج إن أنا أفضي هذا الكيس. هي المشكلة إن الكيس ده في الغالب بيبقى واصل بالقناة بتاعة البنكرياس، عشان كده لو أنا سحبته هيجمع تاني، فأنا لازم أوصله بحاجة. زي ما قلنا كنا زمان أو مش زمان، لغاية دلوقتي يعني أكثر عملية مشهورة إن احنا نوصله بالمعدة أو بالأمعاء، لكن الجديد إن دكاترة المناظير الباطنية دلوقتي بقوا يخشوا بالمنظار وهم يعملوا التوصيلة دي من غير عملية ولا حاجة، ونسب نجاحها أصبحت عالية شوية، وفي مصر هي بتتعمل دلوقتي. فأصبحت الأكياس الكاذبة ليها حلول سواء كانت جراحية أو كانت غير جراحية. طب نيجي بقى للأصعب، المشكلة الكبيرة، المشكلة الكبيرة ده منهم ناس بتقلب 60% إلى كانسر. دول بقى هنا هيبقى مشكلة التشخيص، إنك لازم تتأكد، لأن زي ما قلت حاجة إحنا عندنا حوالي مثلا 3 أنواع من الأكياس الحقيقية، فيهم نوع عمره ما بيقلب، وفي نوع نسبة إنه بيقلب قليل قوي، وفي نوع بيقلب كتير قوي، وبالتالي الفروق بينهم كبيرة جدا، وبالتالي برضو التشخيص هنا هيبقى مهم قوي. يعني انت عندك اكياس في منهم واحد طريق السلام، وفي واحد طريق يقلق، وفي واحد طريق مقلق اللي هو يروح ما يرجع، طريق مخيف بالظبط. فعشان وهنا وهيترتب على الكلام دوت قرارات صعبة. يعني اللي هيقلب دوت ده محتاج ويبل، محتاج عملية استأصل فيها جزء من البنكرياس وقناة مرارية ومرارة وإسناء، زي ما كنا كنا على الويبل قبل كده. أهو ده مثلا دي الأكياس اللي هي خارجة من قناة فرعية، ودي يعني ورانا كيس ورانا صورة الرنين بيبقى شكله عامل إزاي. الصورة اللي بعديها هنشوف الكيس اللي هو خارج من ده خارج من القناة الرئيسية نفسها، أو ساعات يبقى الاتنين مع بعض، هنلاقي صورة ثالثة جزء منه ده طالع من القناة الرئيسية وطالع من القناة الفرعية. اللي هيطلع من القناة الرئيسية دوت ده اللي فيه نسبة ان هو يكون يقلب بورم كبير، وبالتالي ده هنضطر نستأصل جزء من البنكرياس كعملية كبيرة عشان نقي المريض ان هو يقلب بعد كده بورم. وده فيه ميزة ان عنده تقريبا نسبة ارتجاع الورم فيه صفر، مش محتاج متابعة لو هو ما كانش لسه قلب. النوع التاني اللي هو عنده أكياس وأكياس زي ما قلنا كويس قوي عمرها بتقلب، ده مش عامل له حاجه الا لو كان عنده ألم شديد او نوبات متكرره من تهاب البنكرياس، قد نتعامل مع الكيس نفسه. النوع اللي في النص ده هيحتاج متابعه، والمتابعه هيبقى في الغالب برنين على حسب العلامات، اقول ماشي في سكه ان انا فيها خطوره يبقى محتاج عمليه، ولا ماشي كويس فقط متابعه. الوقايه ازاي؟ وبرضه سؤالي مع الوقايه، عايز أكد للناس قبل ما نمشي، الأعراض اللي العين لما يحسها لازم يجي جاري عشان يكشف. الوقاية هتيجي في النوع في الأكياس الكاذبة فقط، وهي إن أنا أمنع حدوث التهاب البنكرياس، ولو حصل تهاب البنكرياس أبتدي أعالجه مظبوط من الأول، بحيث ما وصلوش مرحلة الكيس الكاذب. لكن للأسف أكياس البنكرياس هي منهاش أسباب عندنا، يعني عم بيعملش حاجة عشان يحصل له أكياس بنكرياس، وتشخيصها دايما بيبقى صعب قوي، لأن العيان بيبقى شكوى عامة، شخص عنده ألم في البطن بس ألم متكرر، ودور في كل حاجة مش لاقي سبب ليه، فبالصدفة عمل مقطعية أو عمل رنين اكتشفنا كيس،
فده حظه كويس ان احنا اكتشفنا هذا الكيس عشان نبتدي نحطه على الطريق الصحي بتاعه من الثلاث طرق اللي احنا قلنا عليهم. الاعراض اللي شفتها بسرعه جي اجير الاعراض يا اما يبقى فيه الم او ساعات تبقى صفره، وزي ما قلنا لو حصل صفره دي علامه مش كويسه، دي معناها ان احتاج في الغالب هيبقى احتاج تدخل جراحي، او ساعات التهاب متكرر في البنكرياس بيكون بسبب هذه الاكياس. الالم بيكون مكانه فين؟ دايما الام البنكرياس كلها في المنطقه اللي فوق خالص تحت يعني اعلى البط، ويسمع في الظهر كانه سيف. اه بالظبط، داخل من هنا طالع يقول لك انا مضروب بسيف. بالظبط، يعني عشان بس نبقى ايه مش 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 ناسيين، سيف من هنا اللي خلف الظهر يسمع للظهر. خوفنا النهارده بس لازم نخاف في حته مهمه جدا مظلومه جدا، هي البنكرياس. البنكرياس يظل مظلوم. هو ليه صحيح بيفرول بسرعه ولا اصل هو كمان مشكلته انه بيفرز ماده وظيفتها هضم البروتين. والجسم كله من جوه عباره عن بروتين. فانت بتفرز كانك بتطلع ماده كاويه، بس انت بتمشيها في قنوات معينه معده انها تستحمل هذه الماده. طب لو حصل التهاب والقناه دي اتقطعت وطلعت بره، هتبتدي تاكل اللي حواليها. ميه نار. نورتنا يا باشا. ضيفي العزيز القيم العلمي الكبير الاستاذ دكتور محمد فتحي عبد الغفار، استاذ جراحات وزراعات الكبد بكليه الطب جامعه عين شمس، زميل جامعه ايسن بالمانيا لجراحات الكبد والقنوات المراريه، وعميد معهد الكبد السابق كالعاده، كان مبدعا في واحده من اهم حلقاتنا. البنكرياس يظل هذا لغز من الالغاز الطبيه، مش لغز يعني، حته مظلومه جدا في جسم الانسان. حافظوا على نفسكم وخليكم دايما مع الناس. كتير من الناس فاكرين اللي عندهم تكيس ومبيض مش هيخلف او بيخلفه بصعوبه، مش الحاجه الحلوه ان المريضه تحمل وبس، تحمل حمل امن، مش تحمل وتخش العنايه المركزه.